المعمول أو الكليشب العراقي، نصف كيلو سميد ناعم وماء ساخن 400 جرام، وزبدة طبيعية 300 جرام. يفضل يكون الميزان، نتركها ترتاح نص ساعة، نوضع بعد نص ساعة دقيق نص كيلو، خميرة معلقة كبيرة وقليل من الفانيلا، وبنعجن جيد مثل هيك، لازم تكون مطاطة، نتركها ترتاح نص ساعة أخرى، بعدين نعمل الأوزان اللي احنا بدنا إياها، نوضع العجوة فيها، نضعها بالدقيق ونضعها في أي قالب متاح عنا. احنا ممكن نستخدم توابل حسب ذوقكم، ممكن نعملها بالمكسرات والعجوة أيضا مثل هيك، يعني نفس الشيء بس نوضع الحشوة اللي احنا بنحب. أنا وضعت مكسرات وعجوة، ندهنها في البيض مع الفانيلا، هذا اختياري. نشغل الفرن مسبقا 170 درجة مئوية، تاخذ تقريبا 50-60 دقيقة، لازم نراقبها حسب نوع الفرن. ممكن نعملها بالشوكولاتة، الموضوع كتير سهل. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.